مرحبا صبايا، كيفكم؟ اليوم حابة أحكي لكم عن الروتين الليلي اللي أنا بتبعه، وأغلب الصبايا والزباين بيسألوني إيش هي الطريقة الصحيحة لحتى نتبعها في إزالة المكياج. اليوم حبيت أحكي لكم عن الصنف الجديد اللي أنا استعملته صار لي أسبوعين وحبيته كتير، اللي هو من شركة بيلر. هي شركة تركية فيها 400 صنف للعناية بالبشرة وللعناية بالشعر، بس أنا اليوم حبيت أفرجيكم إيش هي الأشياء اللي أنا كتير حبيتها واستعملتها وعم بستعملها في العناية بالبشرة. أول خطوة رح نستعمل الآي ميك اب ريموفر للعيون، اللي هو أساسه زيت لحتى يساعدنا إنه نشيل الميك اب بشكل أسرع وألطف للعيون. بنحاول نستنى شوي على العيون لحتى يتغلغل الزيت بين الرموش ومع الماسكارا. نحاول نسحب شوي شوي لتحت. الآي ميك اب ريموفر ما بحرق على كلن، فياته خالي أول شي من الكحول وخالي من مادة البارابين، وفياته فيتامين إي. بعدها نستعمل المي لحتى نخفف من الزيت اللي حوالين العيون حتى نقدر نقيم باقي الوجه، حتى نمسح نقدر نشطفه يعني. الخطوة الثانية اللي هي الميسلر كلينزينج ووتر، بزبط لجميع أنواع البشرات وبحافظ على رطوبة البشرة. نحاول نمسح الطريقة الصحيحة إنه من تحت لفوق، نقدر نستعمله حتى للبشرة الحساسة. فياته شوية زيت اللي هو زي ما حكينا قبل الأمرنث أويل، فياته فيتامين إي وخالي من الكحول. نحاول نركز على زوايا المنخار، طبعا ما ننسى الرقبة. نكمل منشيل من تحت لفوق. بعد هاي الخطوة منغسل وجهنا، يفضل انه نغسل وجهنا بالماء. الخطوة الثالثة اللي هي كلينزينج جل. الكلينزينج جل هو عبارة عن منظف بس قوامه جل، وفي كمان منظف قوامه ملك او فوم، نقدر نستعمل هذا او هذا، وفي من نفس الشركة. فانا حبيت اليوم استعمل الجل لاني حبيته كتير. بنحاول نفرك في طريقة دائرية لحتى ننظف البشرة من اي شوائب ضايلة من المكياج. هلا نشيل الكلينزينج جيل بالماء او منشطف الوجه كامل. الخطوة الرابعة هي يفضل استعمالها بس مرة واحدة في الأسبوع، لأنه بيسوي تنظيف كتير عميق للبشرة، بيسوي تقشير وبوحد، بشيل خلايا الميتة وبوحد لون البشرة. نحاول نفرك شوي شوي بطريقة برضو دائرية لأنه فيها حبيبات، لحتى نسوي تقشير خفيف في نفس الوقت بعطينا بنظف لنا المسامات في طريقة كتير عميقة. منشيله بالماء او من غسله شوي، البشرة بتحمر اشي طبيعي. نستنى عليه شوي لينشف لانه هو كمان زي ماسك. منشيله بالماء. المنتج الاخير اللي هو التونيك. التونيك في ناس ماخدة عنه فكرة غلط، اللي هو بيسكر المسام وبنشف البشرة، بس هو لا، هو بيضيق المسام وبيجهز البشرة وبيحضرها لامتصاص المنتجات أو المرطبات اللي بتنحط بعد التونيك. مناسب لجميع أنواع البشرات حتى البشرة الحساسة. نمسح من تحت لفوق. بعد تنظيف البشرة يفضل استخدام أي نوع ترطيب. أنا اليوم بدي أستعمل الشيت ماسك، هو عبارة عن ترطيب جدا عالي، تركه لثلث ساعة ومنشيله. هيك بتكون بشرتنا امتصت كل المواد اللي في الشيت ماسك. اخر اشي اللي هو الكريم الليل. كريم الليل هو عبارة عن كريم مغذي، فياته فيتامين اي وفياته الامرنت اويل اللي قبل شوي حكينا عن فوائده، وخالي من الكحول وخالي من مادة البارابين. يفضل انه يكون كريم الليل خالي من الكحول عشان ما ينشف البشرة، وبرضه مفيد لجميع انواع البشرات حتى البشره الحساسه. نفرده على الوجه بطريقه متساويه حتى الرقبه، وبنفرك
نفرد الكريم بس مرة واحدة، بعدين بنحاول نطبطب عشان البشرة، عشان الكريم يتغلغل في البشرة ما يطلع كله على الأصابع. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوه واستمتعتوا معنا، وإذا حبيتوه حطوا لنا لايك وسبسكرايب لحتى تشوفوا الفيديوهات الجديدة اللي راح تنزل. شكرا لوقتكم.